ننتهز هذه الفرصة نوجه خالص الشكر لمعالي الوزير على تشريفه اليوم للمجلس، و يعني دعونا بهذه المناسبة نتوجه إلى معالي الوزير بنبض الشارع كله الحقيقة المساند للجولات الرائعة للدبلوماسية المصرية في المعارك الدبلوماسية العنيفة التي يخوضونها الحقيقة عن شعب مصر. وبسم الله ما شاء الله، يعني كلها جولات ناجحة، وإن شاء الله إن شاء الله بالتوافق ما بين جهات الدولة كلها الداعمة أيضا للدبلوماسية ومنها مجلس الشيوخ، بإذن الله سيجد منا كل دعم، وإن شاء الله نحقق كل ما هو مأمول إن شاء الله. شكرا جزيلا لتشريفك يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا دولة الرئيس. أتوجه بالشكر على الوقت اللي سمحت لي أن يعني أول أقدم التهنئة لدولتكم من خلال دولتكم إلى أعضاء المجلس الموقر ومجلس الشيوخ، وتهنئة على الانتهاء من هذا الاستحقاق الدستوري بانتخاب المجلس وانتخاب دولتكم رئيسا له. طبعا الجهاز التنفيذي للدولة هو يحقق طموحات الشعب المصري اللي تمثلونه، ويعمل في إطار توجيهات القيادة السياسية وأجهزة الدولة جميعا في حماية مصالح الشعب والعمل على تحقيق الاستقرار والتقدم لهذه الدولة العظيمة وشعبها العظيم. وطبعا احنا دائما على تواصل مستمر مع ممثلي الشعب، وعلى سبيل الشفافية، على سبيل تبادل الرؤى، على سبيل الإحساس باحتياجات المواطن المصري والوفاء بها، سواء في إطار العلاقات الدولية أو في إطار رعاية المصريين في الخارج وتوفير الدعم لهم من خلال أجهزة الدولة الممثلة في سفارات مصر وقنصلياتها العامة في الخارج. مرة أخرى بشكر دولة الرئيس على هذه الفرصة، ونتطلع أن يكون فيما التواصل بيننا دائم ومستمر إن شاء الله بإذن الله. ونكرر برضه الحقيقة في الشارع المصري الحقيقة كله خلفكم في هذه المعارك الدبلوماسية الضارية، وفقكم الله دائما إن شاء الله. شكرا جزيلا. تفضل.